الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك نحن في الدار العامرة والإخوان هنا في رباط عشري وأنا أقول عشري يوشك أن ينتهي وأن يختموه يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. واليوم الجمعة صلينا صلاة الجمعة وجزا الله عنا خير إمامنا سيدي. وهذا اليوم تاريخه كم؟ 22 يوم الجمعة 22 من شهر رجب من شهر جمادى الثانية سنة 26 و400 ألف. ولي مع الأحبة حديث قد يطول ولكنه يكون بمساعدتهم ومشاركتهم ليكون المجلس مجلس حوار وتبادل وتعلم، وما العلم إلا بالتعلم، ويتعلم بعضنا من بعض. نبدأ الإشارات ثم نترك المجال لإخواننا لكي يساهموا في هذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجالسنا. ومن هنا أذكر بشيء قلته وأقوله وأكرره، وهو أننا لا بد أن نتعلم اللغة العربية، وإلا فإن الأعداء يهجمون على لغتنا العربية، ومن ثم يهجمون على القرآن الكريم مباشرة. المدخل إلى القرآن ما هو؟ اللغة العربية. فنسمع كل يوم أمس وقع هذا أمس، هذا كل نهار كل نهار الأخبار اليومية وقع هذا أمس، وما يسميها المدرسة مثلا، ما يسميه، لأن هي الضمير يعود على ما، وما ماشي مؤنثة. وزيد كثير بزاف داكشي كثير. الناس يهجمون على لغة العربية، وينبغي أن نتصدى لهؤلاء بكيف نتعلم اللغة أولا نحن. وقد كنت أشرت في زورتي في الأيام الأخيرة، أشرت على الإخوان بكتاب للإمام بن مالك، ومن كبار نحاة العرب، كان أندلسيا، يسمى لامية الأفعال. لامية الأفعال مدخل مهم جدا لتعلم اللغة العربية، لأن الصرف هو يتحدث عن الصرف، صريف الأفعال، لأن الصرف هو أهم من النحو. يمكن أن تخطئ في النحو ولا ينبغي، يعني لا أقول لكم أخطئوا يعني ديروا الخطأ في النحو، ولكن الصرف إذا ما عرفنا الصرف ما. فيقول في ابن مالك، وأكرر هذا كنت قلته في مجلس سبق دار بيضاء، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. واضح هادشي. الفعل إذا عرفنا كيف نصرفه، شنو الفعل الثلاثي وماضيه ومضارعه وأمره والاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، إذا عرفنا هادشي هذا. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، نملي عليكم إلا بغيتو. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. يحز من اللغة الأبواب والسبل. هذا الشيء قالوا بعد ما حمد الله وأثنى عليه. هاد الناس كانوا كيألفوا بالشعر، قال الحمد لله لا أبغي به بدلا بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، والصلاة على سيدنا محمد، يعني حتى حمد الله والصلاة على النبي. عاد قالوا بعده فالفعل من يحكم تصرفه. إذا هاد لامية الأفعال، وقد عثرنا على شرح لها موجود اسمه سيدي فتح الأقفال في لامية الأفعال. كاتب علال المريب. ثم إنه ننتظر بعملنا ومن عملنا المبارك أن نتعلم اللغة العربية لكي نعلمها ولكي ندافع عن كتاب الله عز وجل. ذلك أننا يوما ما سنموت كما مات ابن رشد الإمام الفقيه
قاضي الفيلسوف العظيم مات في مراكش في أواخر القرن السادس سنة 595، وحملوه إلى قرطبة دفنوه في قرطبة، وما عرفش كي داروا له، لأنه ديك الساعة ما كاينش لا مورغ وداك داك التلج وداك الشيء، ما عرفش كي داروا الصندوق وداوه. رب الله تعالى يجعله في المقامات العالية الله يرحمه. المقصود حضر جنازته في قرطبة ثلة من الأفاضل من الفضلاء، منهم ابن الجبير. ابن الجبير كتعرفوا اسمعوا به، له شكون هو ابن الجبير؟ صاحب الرحلة المشهورة، وفي رحلته هذه أجمل ما قال فيها دلنا على رجل جميل بليغ هو أبو الفراج بن الجوزي، حضر إلى مجلسه ووصفه وصفا جميلا. نرجعوا لهذا الكلام، هذا هيك عن السطر دول ولا بس. حضر فضلاء لجنازته وكانوا قد حملوا إلى المقبرة على دابة، فكان في عدلين في كيف واحد الشواري ولا ماشي شواري، لا الدابة عندها جوج ديال عين وحده ماشي شواري، يعني صندوق هذا داروا هنا واحد، وفي الكفة الأخرى داروا الكتب ديالو، الكتب ديالو قد الوزن ديالو، قد الوزن ديال الكتب ديالو. وهذا نقولها للإخوان اللي هما في الدائرة ديال رابطة الكتابة، خصهم يكتبوا باش يخليو موراهم شي حاجة يذكرون بها الناس. إن الكلام هو مسجل ولكن ماشي بحال كتاب، كتاب هذا كتاب، كتاب مادي، شيء مادي وكنقراو ونشوفوه. فقال أحد الفضلاء هذا من الرشد وهذا عمله، يحمله معه إلى الآخرة. شوف هو كل واحد منا يشوف شنو العمل اللي غادي يدير الأخيرة، يكون فيه أشنو يكون فيه الأمور المعنوية ثنائية. ما كان في قلبه من حب الله عز وجل وحب رسوله، وما نشر من علم، وما ربى من قلوب وأرواح ورجال مؤمنين ونساء مؤمنات، أرواحهم معنوية. يعني انت مشيتي للاخره، انت في الكفه هذه، والكفه الاخرى فيها ارواح، ارواح شحال ديال، ويكتب في 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 عدلك، في عدل ذلك يكتب فيه من يربي، من ربيت، ومن ربى، من ربى، من ربى، من ربى، الى ما شاء الله. وهذا يقتضي ان تبقى جماعتكم جماعه موحده، ما ينوضش كل واحد يبغي الرئاسة قبيلة كنتكلم الناس دي باش إن شاء الله أنا بخير. ما يقسم الظهور هو حب الظهور، الذي يقسم الظهور كيهرس الظهر ديال الإنسان، ولكن ماشي الظهر هذا، لا لا لا، الظهر الظهر ديالو المعنوي ديالو، الروح ديالو، ديال الإيمان ديالو. حب الظهور وحب مات من الرسل رحمه الله، وغدا يقولوا مات محمد وحماد وابراهيم وعلي واسماعيل وعائشه وفاطمه وسعداء، كنا غادي للاخره. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.